Tu vois? يا لطيف شباب ايش مجمعين الناس هيك خير استغفر الله العلي العظيم شوف الشيخ عبد العليم بالله شوفي شوفي اللهم عافيها بعدين بحكي لك لطيف لطف يا رب شو هالريحة هاي؟ هذا شيخ فهمي هذا؟ هي أحلى ريحة شميتها بحياتي شيخ فهمي قلت لك بعدين راح أحكي لك استغفر الله العلي العظيم بونجور مرحبا بونجور أهلين سعبو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عدم المؤاخذة يا خانم يمكن حضرتك مخربطة هون حلاق رجالي جامي ماني مخربطة مو هي دكانة مسيو شوكات؟ مسيو شوكات ايه ايه مزبوط يعني هو ابو عصام وين 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 يا خانو يا خانو يعني عدم المؤاخذة هيك ما بيصير ما بصير هيك تفوتي مي حلوة لميتي علينا الحارة شو القصة انا جاية اسأل عن شوكت وينه بالبيت؟ شو ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله على هالقصة أبي؟ أي عم بسألك إذا هو بالبيت أنا الممرضة اللي أشرفت على علاجه لما كان عنا بالمشفى بالمشفى؟ أي وينه هلا؟ وينه؟ شوكت طلع من زمان مشان هيك أنا جاي أسأل عليه يعني مزبوط مزبوط أبي عايش عم يا أبو حاتم أبي عايش دخليك وامتى طلع من المشفى؟ عن اذنك انا حابه اشرب فنجان قهوه اي شرفي شو نساوي هلا شو بدنا نحاكيها؟ لك ايش بعرف فيه؟ شيخ عبد العليم شو نعمل؟ بلا صغرة يعني منو هي بالاول؟ اشرب يا خانو قهوة لو سمحت ماشي شو هدك مرسو؟ منو هاي الخانم اللي قاعدة على القهوة؟ اي والله ما بعرف، وحدة فاتت على دكانة أبو عصام وهلا طلعت وليك قاعد مثل ما لك شايف لحم العب على الشغله لك ما بقى في حشمه ولا ناموس عند الناس شو هاد معقول شو هالوقت اللي وصلنا له لك تنكي اي بس انت مرزوق مرزوق اعطيني رطل باذنجان ورطل بندوره ورطل خيار ورطل كوسه اي امراض امراض يلا لطيف تركي يا خانم يا خانم بعد اذنك بعد هيك انت وياه رجعنا ورا رجعنا ورا خلصونا بقى خانم هيك ما بيمشي الحال عملتي لنا كركبه هون بالحاره يعني فهمينا القصه والله انشلشنا وفتنا بالحيطه طيب شو رايك تاخذني على بيتكم لحتى زوره بدك تزوري بيتنا ايه شوكت كتير حكى لي عن البيت ايوه طيب تكي وراجع عليك الله يقل والله واحد لك عاصم مين هاي شو بيعرفني يا ابو بدر شو بيعرفني سمعنا سمعنا يا أخي إن شاء الله هاي مرة فوزية مرة عقيد 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 لك شوفي شوفي الحق شوفها شوفة بحارة الضبح شوفت شوت أنا كيف أبو الحكم التهي بشغلك روح آه إيه شوفي بحارة الضبح واحدة فرنجية قاعدة بالقهوة لك شو عم تحكي أنت والله مثل ما عمل لها تركي لا تسلم او تحكي شي صار وشي ما صار ها والله مثل ما عم اقول لك بعيني هي اللي بدي اكلها بدون شفتها لك شو بدها هي الاجنبويه من الحاره ما بعرف شو بدها بس فاتت على دكانه ابو عصام قعدت شوي وطلعت العمى والله مثل ما عم اقول لك كمان فاتت على دكان ابو عصام ايه ابصر شو بدها ابصر شو بدها احكي يعني بجوز يا شيخي تفوت لعنا على البيت بالارحام
شوفي يا ابني، ما هي ضيفة. هاي الناس ما بتفكر مثلنا يا عصام، لازم نتعامل معها بأخلاقنا وعاداتنا. بعدين نحن من إمتى كنا مرد الضيف؟ أعوذ بالله، نحن ما مرد الضيف. بارك الله فيك يا عصام، الضيف ضيف الله مهما كان دينه ولا مذهبه. بعدين لازم تقوموا بالواجب على أكمل وجه. اتكل على الله. يلا ادعوا لنا. السلام عليكم. تكهر. السلام وفقين. نسيح هيك الدنيا، نسيح هيك، شو ناقصكم أنا كمان؟ نسيح. تفضلي يا خانم، يعني إذا خلص القهوة بعد سنين. تفضلي. مين هاي اللي بتعرف ابوك؟ يا مو، لك هاي الممرضة اللي كانت بالمشفى اللي كان عم يتعالج فيه ابي. شوكت عايش ايه؟ عايش يا رب. الله، شو قالت اخي؟ قالت انه طلع من المشفى من شهر زمان. من شهر زمان؟ وين راح؟ ها؟ ما بعرف وين راح. اساسا هي جاية تسأل عنه. وشو عم تنتظر؟ روح فوتها يا مو، فوتها. ايه مزبوط، انا شو عم بستنى؟ تفضلي خانم، تفضلي يا ميت. أهلا وسهلا، تفضلي. هاي الست الوالدة، تفضلي. مرحبا. أهلين وسهلين، شرفتي يا خانو. أنا نادية. أنت بتعرفي لشوكات؟ أي؟ أنا كنت ممرضة شوكت بالمستشفى. يا هلا قامتي، ليش شو كان صاير فيه؟ يبعث لي حما إن شاء الله. حكي لي يا خانو، هو بخير؟ بعده مثل ما هو؟ الله يوفق يا خانو، طمنيني عنه. طمني مدام، شوكت بخير. يعني ما في شيء؟ مو صاير له شيء؟ إيه. لكن وينه؟ وين راح؟ ما بعرف، أنا جاي اطمن عليه. شو دلال؟ بدكم ضلوا تاخذوا وتعطوا مع الضيفة على الواقف؟ خذيه على اوضه الضيوف. تفضلي خانوم. اي على عيني. تفضلي تفضلي يا خانوم. من هون. يا مو، خفي على المخلوقه شوي. شو صار لي؟ لك شلون بدي خف؟ شلون بدي خف؟ قلبي رح يوقع. يا مو على الهدى، طلعي وفهمي منا بس على الهدى مشان الله. ايه امي، يلا الله يخليك. يلا تحركي يا مو، تحركي. يا رب. لازم عصام يفهم منها كل شيء مشان نعرف شو بدنا نعمل. معقول الفرنس هاي ورجع اخذه على السجن بعد ما تعافى؟ يا جماعه، نحن ما فينا نقول شيء لحتى نشوف المخلوقه ونفهم منها. بركه ابو عصام ان شاء الله مو صاير له شيء. بقى يا عصام بيفهم منا القصه يا بيروح واحد منا وبيحكي معه. انا ما بروح. ولا انا. شو ابو زعفير؟ لا انا ما بروح. انا بحياتي ما حكيت مع حرمه غريبه. طيب خلونا ننتظر شو بده يطلع مع عصام، وساعتها لكل حادث حديث. نعمل كلام. مسيو شوكت حكى لي كل شيء عن الحارة، وحكى عنك كثير مدام سعاد، حكى لي عن أهل بيته وعن الشام وناسه. أبو عصام حكى لك عنا، حكى لك عن عائلته. إيه؟ شو فيها؟ قلتي لي أبو عصام قديش ضل عندك في المستشفى؟ حوالي 4 شهور. ومن شو كان عم يشكي دخلك؟ كان معه التهابات بالصدر من رطوبة السجن. يبعت لي حمى إن شاء الله. وأي سجن كان؟ كان بسجن أرواد. هي صحيح، أرواد. وبعدين نقلوه على المشفى العسكري، وأنا هنيك تعرفت عليه. كيف كانت صحته لما جابوه؟ للأسف كان تعبان كتير، بس نحن ضلينا عم نهتم فيه ونراعيه لحتى تعافى. الله يجزيك الخير يا أختي، الله يجزيك الخير. هذا واجبي. شوكت كان مريضي وأنا لازم أطمن عليه. شو وين الصبايا؟ محابين يعدوا معنا؟ يا مدلال،
جميلة تقعدوا معنا. مرحبا. أهلين. أنت دلال تعرفت عليك. أنا دلال لوستانية في بوران أكبر مني وهي جميلة. جميلة. أهلين. أهلين. وأنا خيرية مرت معتز. عم يا عمو شو في؟ شو صار معكم؟ ما بدك تغذيها المخلوقة؟ طبعا لك ابني هذا واشي. طيب شو عاملة؟ عاملة كبة مقلية وكبة مشوية ورح أعمل شوربة. بكفي خليني أروح أجيب شي تاني. لك ما منلحق ما منلحق، هعمل سلطة وفتوش كمان. طيب روح جيب نسوانية عونوكي. لا أمي بالي مو مرتاح الله يرضى عليك. طيب يا عمو شو فهمتي منا؟ خلط مشتك حكيها؟ والله يا ابني مالي عرفانة شو بدي أقول لك. ما حيبين معنا شي ليرجع أبوك بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. روح يا عمو روح. يلا يلا. أطيب هالأكل. تسلموا إيديكي. صحتين وهنا. كأنك بتحكي عربي أحسن منا. شلون؟ إيه هو أنا عندي أصل عربي. أمي أهلين وسهلين فيك. عن جد سعاد خانم، أنت إنسانة رائعة مثل ما وصف لي إياكي مسيو شوكات. نامي عنا نادية خانم، ولا الخبر اللي جبتي لي إياه بيتقل بالذهب. يا ريت لو أقدر، بس عن جد من قلبي شكراً على حسن ضيافتك سعاد خانم. يا عابي شو؟ نحن ما عملنا إلا الواجب. ما في شي نسيانتي تقلي لي إياه عن أبو عصام؟ أبداً. لو بعرف ما كنت أجيت لعندكم لحتى أسأل عنه. بس لا تخافي مدام، شوكت بخير، رح يرجع عبيته عن قريب. الله يسمع مني من تمك لبواب السماء يا حق. الله يجعلك بكل خطوة سلام. أنا تسمحي لي بدي استأذن. تفضلي عيوني تفضلي.